شاشة كورة وماذا جاء فيها. كل شيء موجود في السالفة. في يوم من الأيام سواء لما كان صغير أو حتى بعد ما كبر، إنه يغلق عيونه شوية شوية بطرق تتناسب مع وضعي الجديد، لحد ما رجعت أمارس حياتي بشكل طبيعي وباستقلالية تامة. بعد التحرير رجعت واصلت دراستي. واحدة من ملايين القصص في العراق التي تستحق دموعك ودموع الآخرين. يعني زين فعلت، يعني ما متوقع هاي الشغلة. أنا ما أحب هاي الصورة. الانكسار ما أعرف، أنا ربيت ألا أكون منكسر. هذا ما يعتبر انكسار. أنا ما أشوفه انكسار. أي صحيح. شوف، قلت لك شباب عمرهم ما كانوا مشكلة، ما كانوا هم الأزمة، هم الحل. يعني أنا الآن إيش قد عدي شاب يتمتع بقوة بصرية عالية لكنه منكسر، منكفئ، مكتئب، ويشعر أن الحياة انطفأت بوجهه وأنه ما عاد هناك شيء يستحق أو كذا. تجي قصة مثل هاي القصة، يعني بنت بعمر الورد تفقد بصرها، يعني المشكلة هي كانت مبصرة ثم صارت بصيرة يعني، وتتحدث بعنفوان وشغف في تحقيق أهدافها، وهي لا تمتلك أعز ما يملكه الإنسان وهو البصر يعني، واستمتاعه بالحياة ورؤية الألوان والأشياء الجميلة. هي هذه البصيرة اللي الإنسان المفروض كل إنسان يتمتع بها. هي تمتعت ببصيرة عالية جدا، والبصيرة عكس غير البصر طبعاً. بصيرة رؤية القلب طبعاً. ولهذا أنا أسميت بنتي بصائر مجموعة. ما شاء الله، ما شاء الله. بنتي الكبيرة. فالفكرة أنه تجي قصة مثل هذه القصص، وقصة أخرى اليوم هالأيام إحنا كنا نعيشها، قصة نجلة عماد. راح نوصل لها. راح توصلها. أريد هناك اهتمام واضح بالأنشطة الشبابية من قبل الوزارة. شكرا. قبل كانت الوزارة متهمة أنها منحازة للرياضة على حساب الشباب. صحيح. شنو اللي اختلف بهذه الاستراتيجية؟ لا ما اختلف شيء، هو عودة للشيء الحقيقي والصحيح. شوف أنت، أنا يعني في مسيرتي الوظيفية، في بداية مسيرتي هي في كلها في مجلس النواب. أنا 15 سنة في مجلس النواب، فهاي الخبرة اللي عشناها داخل مجلس النواب هي أساسها شنو؟ أساس